أخوين متقاطعين وهو أخوهم الصالح التقي، مات الرجل أحاول يصلح بينهم في حياته ما أصلحوا، أصلحوا ما أصلحوا، بكى عند هذا وراح لأخوه الثاني وبكى، يا ربع شاكنين في رحم واحد وشاربين من ديد واحد، أخوف والله لا تلعنوا أنفسكم بقطيعة الرحم، ما وافقوا. فكتب في وصيته لابنه قطيعة الرحم ما وافقوا فكتب في وصيته لابنه، اسمع الوصية، وصية جميلة لكنها محزنة. قال لابنه: ادعو عمك فلان، وعمك فلان لا ينزلني في القبر لهم، وهم لهم 3 سنين ما يسلمون على بعض، ولا تعلم فلان انك اني موصن اخوي ينزل معه، والثاني لا تعلمه، ابيهم وانا ابوك يجتمعون في قبري وانا بين يديهم، يجتمعون في قبري وانا بين يديهم على